خلينا نروح للعالمين الجديدة ونتابع أبرز فعاليات المهرجان النهاردة مع زميلنا كريم بيبرس اللي موجود هناك. يا صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا محمد، صباح الخير على ضيفكم الكريم وعلى جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. فعلا من العالمين الجديدة لسه بنتابع مع بعض فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. يمكن كنتوا دلوقتي بتكلموا في الاستوديو على جزء تنمية السياحة بشكل عام وتحديدا الجزء الخاص بالساحل الشمالي. مدينة العالمين الجديدة هي خير مثال على اللي احنا بنتكلم عليه. بنتكلم على مدينة كانت تسمى مدينة ال 20 مليون وال 21 مليون لغم، دلوقتي تحولت لمدينة سياحية كاملة، مش مدينة بس سياحية شاطئية لكن فيها فعاليات كتير جدا جدا تابعناها الفترة اللي فاتت، فعاليات رياضية، فعاليات ترفيهية، فعاليات ثقافية، بالإضافة طبعا للفعاليات الشاطئية اللي بتتميز بيها كمان يعني مدينة العالمين الجديدة وتحديدا البحر وفعاليات البحر وفعاليات الجو من الباراموتور سكاي دايفنج. لكن يمكن من أهم الحاجات اللي حصلت امبارح كانت يعني في المدينة التراثية اللي هي بتعبر برضو عن الهوية المصرية ومعمولة بطراز طراز معماري كده يعني عصري وطراز معماري كان بيحافظ على الهوية المصرية. امبارح كان في على المسرح الروماني حفل هام جدا لفرقة المصريين بقيادة المايسترو العالمي الكبير هاني شنودة. الحقيقة انه قدم فيها الاغاني المميزة الجميلة بتاعت فرقة المصريين زي كده مثلا ما تحسبوش يا بنات انه الجواز راحة، يعني غنوا كمان الشباب الصغيرين اغاني لي محمد منير، علموني يعني كسافر، وعملت اصداء جميلة جدا 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 في الجو امبارح، والجماهير طلبت ان هي غنوها اكتر من مره. هاني شنودة كمان كان عمل جو جميل كده وهو بروحه الجميله رقص يعني شويه كده تويست واغاني انجلش لطيفه، يمكن تويست برضه عمل التفاعل جميل كده بين الشباب. وكان المميز اللي اشادوا بيه امبارح في الحفله بصراحه كمان هو الجزء الخاص انه هاني شنودة بيطلع وجوه جديده، الشباب الصغيرين هم اللي كانوا الحقيقه سواء بيلعبوا على البيانو الاورج، كان هاني شنودة اللي بيعمل ده بنفسه، كان بيلعبوا على الطبله الدرمز، يتلعبوا بالجيتار، اللي طلعوا انه كلهم شباب صغيرين، كله اشاد ان هو بيدي فرص للشباب الصغيرين. لكن بشكل عام كمان الحقيقه ايه، المهرجان لسه مازال مستمر في فعالياته المختلفه الثقافيه والفنيه والرياضيه، من اهمها النهارده كمان الحقيقه هيكون في مهرجان للهيجن هيتحرك النهارده بدايه من الساعه 3 مساء، هيتحرك في العالمين الجديده ومستمر تقريبا لحد الساعه 6 او 7 او حسب المهرجان مستمر لحد فين. لكن كمان الحقيقه في فعاليات اخرى على مدار الاسبوع ده، هنتكلم على الاسبوع الثالث اللي بدا بحفل حلو جدا جدا لتامر حسني. الحقيقه انه المدينه التراثيه دلوقتي هيكون فيها والمسرح الروماني تحديدا هيكون فيها حفلات يعني شبه يوميه، يوم يوم لا تقريبا، هيكون في كمان فعاليات رياضيه، فعاليات ثقافيه، طلاب الجامعات هيكون ليهم زياره تقريبا شبه يوميه برضو عشان يمارسوا الانشطه المختلفه، هيكون في مسارح جديده، هيكون في انشطه مختلفه هنتابعها مع بعض اكيد في الاسبوع الثالث. دي اهم اللي حصل في العالمين الجديده والمهرجان في نسخته الثانيه، وبرجع لكم مره ثانيه. شكرا جزيلا كريم بيبرز، ودايما فعاليات متنوعة ومتميزة من مهرجان العالمين الجديدة، بنصبح عليك مرة تانية كريم.